الإبداع الفني التشكيلي المصري يتجلى بصورة رائعة ومتميزة داخل المتحف المصري للفن الحديث. فهذا المتحف يقدم عرضاً شاملاً لإبداع الفنانين المصريين منذ بدايات هذا القرن وحتى الآن، موضحاً أبرز الاتجاهات والأساليب الفنية المتميزة التي قدمها فنانون المجددون بأجيالهم المتعاقبة. تم افتتاح متحف الفن المصري الحديث في أرض المعارض بالجزيرة في 28 أكتوبر سنة 1991، ويحتوي المعرض على مجموعة من الأعمال الفنية المتميزة في فن التصوير والنحت والحفر والخزف، وكذلك الفن المركب، والمقصود به أن يشتمل العمل الفني الواحد على مجموعة متنوعة من مختلف الفنون التشكيلية. والأعمال الفنية الموجودة بالمتحف من إبداع الرعيل الأول من خريجي كليات الفنون الجميلة والدراسات الحرة أمثال محمود سعيد، محمد ناجي، صلاح طاهر، وعبد الهادي الجزار. ومن أهم الأساليب الفنية المتميزة داخل المتحف فن التجريد، وهذا الفن بدأ مع بدايات القرن ال19، والمقصود به تجريد عناصر اللوحة من التفاصيل لتصبح مجرد علاقات لونية من أشكال ومساحات لونية مجردة يتركها الفنان للمتلقي لاستيعابها وفهمها حسبما يتراءى له. ويعتبر الفنان فؤاد كامل من أشهر فنان التجريد وصاحب أعمال غزيرة معروضة داخل المتحف، وهو أحد رواد المدرسة السريالية في الفن، وهو أحد المجددين لفن التجريد في مصر، ويعبر في لوحاته الأخيرة بشكل تلقائي عن التجريد المطلق. ومن فنان التجريد المصريين المبدعين الفنان رمسيس يونان، الذي يعتبر هو أيضا أحد رواد المدرسة السريالية في مصر، ثم اتجه بعد ذلك إلى التجريد في أعماله الفنية. ومن أشهر لوحاته في المتحف لوحة نذير العاصفة ولوحة وحي الجبل الأحمر. وننتقل إلى فن النحت، حيث تظهر ملامح الأعمال الفنية للفنان النحات جمال السجيني. ومن أشهر أعماله الموجودة في المتحف تمثال أمومة وتمثال الأرض، وهو من البرونز. ويحتوي المتحف المصري للفن الحديث على مجموعة كبيرة من الأعمال الخزفية لكبار الفنانين المصريين المعاصرين. والزائر لمتحف الفن المصري الحديث لابد أن يتوقف أمام جمال وإبداع أعمال الفنان محمود سعيد، الذي عاش في الفترة من 1897 وحتى 1964، وهو يعتبر أحد زعماء الحداثة وأحد بناة الحركة التشكيلية في مصر في القرن العشرين. وهكذا فإن الجولة داخل المتحف المصري للفن الحديث تعتبر متعة للأعين وتنساب في مشاعر ووجدان الناظر والمتلقي.